بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على Process for Building a Strategy for Quality. Process for Building a Strategy for Quality Choosing Interventions. بنقول إحنا عشان أقدر إن أنا أعمل نظام للجودة، مهم قوي في بعض الخطوات إن إحنا بنعملها. إيه هي البروسيس دي؟ أول حاجة Analysis. Analysis بنقول stakeholder involvement, situational analysis, confirmation of health goal. بأول حاجة عندي إن أنا بعمل analysis. Analysis للوضع الحالي اللي عندي، هل هو مرضي ولا غير مرضي؟ ولو هو غير مرضي أبتدي أشتغل. طيب أنا عشان أعمل analysis ما ينفعش أعمل analysis لوحدي، لازم أبقى مستفيد الخدمة موجودين معايا اللي هما stakeholder involvement. مستفيد الخدمة دول هو المريض، مستفيد الخدمة ده لو أنا بتكلم على المريض وده اللي بيبقى خارج المستشفى، داخل المستشفى بيبقى عندي برضو مستفيد الخدمة من داخل المستشفى الستاف اللي موجود في المستشفى. فيبقى أنا لازم أشوف مستفيد الخدمة ويبقوا معايا في قصة الأناليسيز أو تقييم الوضع الحالي. بعد كده بنعمل حاجة اسمها زي ما قلنا situational analysis و confirmation of health goal. بعد كده بشوف هو إيه الهدف اللي أنا عايز أشتغل عليه، وطبعا انا بحدد الهدف اللي بشتغل عليه بيزد على او بناء على الاناليسز اللي احنا عملناه واللي كان معانا فيه الستيك هولدرز. وعملنا بعد كده سيتويشنال اناليسز، عملنا تقييم للوضع الحالي او القائم كله، تمام، سواء كان عن طريق بقى شفنا الستاف، شفنا الماشينز، الاكويبمنت، المبنى نفسه، الدنيا فيها ايه. استراتيجي يبقى اول حاجه في البروسيس اوف بيلدينج استراتيجي فور كواليتي، اول حاجه كان عندنا اناليسز، تاني حاجه عندنا استراتيجي. استراتيجي بقى ابتدي احط، بعمل استراتيجي بعمل فيها ايه؟ كواليتي جولز، ايه هو الهدف بتاعي، ايه الاهداف اللي عايز اشتغل عليها، الهدف اللي انا عايز اشتغل عليه، تمام. بعد كده choosing interventions for quality، ببتدي بعد كده خلاص شفت الهدف عملت له بلان، ببتدي اشوف بقى هختار اوكي انا هطبق ازاي. اخترت الانترفينشن او حددت الانترفينشن اللي انا هشتغله، اوكي ابتدي بقى اعمل له امبلمنتيشن، امبلمنتيشن بروسيس او مونيتورنج بروجريس. في الامبلمنتيشن خلاص عملت تطبيق، بطبق الانترفينشنز اللي انا حددته من قبل كده اللي هو كان بناء على الجولز، طبقته عملت امبلمنتيشن، ابتدي بعد كده اعمل مونيتورنج بروجريس زي ما اتفقنا، بعمل يعني قياس للبروجريس او للقصه ماشيه ازاي، البلان اللي انا حاططها ماشيه ازاي. عندي بعد كده the six domains of quality intervention. الكواليتي فيها 6 domains بنتكلم عليهم. اول حاجه في الكواليتي انترفينشن لما اجي اطبق الكواليتي، في بعض الدومينز مهم قوي ان انا اتكلم عليها ومهمين يكونوا موجودين عشان اقدر ان انا احقق الكواليتي او الجوده او ان انا اشتغل بجوده عاليه. اول حاجه الليدرشيب، عشان اعمل كواليتي لازم عندي ليدر بينفذ كل الشغل اللي احنا بنقول عليه، عشان كده اول دومين ليدرشيب. فاندامنتال سترونج ليدرشيب اند سبورت فور كواليتي نيد تو كام فروم ناشونال اند كوميونيتي ليدرز. ومهم قوي في الحقيقه الليدرشيب ان هو يبقى انا عندي حد كويس بيشتغل كويس، حد يقدر ان هو يعمل سبورت فعلا لمفهوم الكواليتي ويشتغل ويبقى مؤمن بان مهم قوي ان احنا ندي رعايه تمريضيه بجوده عاليه، تمام. فاحنا محتاجين ليدرشيب. كمان بنقول من الافضل انه يجي من الناشونال كوميونتي، يعني يبقى من المجتمع بتاعنا المحيط بينا. يعني Strategic interventions may be needed to build commitment and leadership capacity and to strengthen accountability. وطبعا محتاجين زي ما اتفقنا يبقى في احساس بالالتزام، في محاسبه، كل ده بيبقى موجود، فاكيد انا محتاجه leadership كويس. تاني دومين الانفورميشن. انفورميشن انا عشان اشتغل كواليتي كويس لازم عندي انفورميشن، عندي داتا. طول الوقت بجمع داتا، طول الوقت ان انا بعمل فولو اب، طول الوقت بشوف انا فين. طول الوقت بشوف انا ماشي على الستاندرد ولا لا، عشان كده قلنا information is a fundamental element. apply consistently across the whole system complex and resource intensive. اوكي طيب ثلاثة patient and population engagement، ان انا يبقى عندي
patient and population engagement, individual and communities play many roles within health system. Strategies to this end include those which target improving health literacy, self-care, and patients' experience with the health system. Communities and service users will want to be involved in the governance arrangement of the health system. مهم قوي ان انا بخلي معايا العيان، بخلي معايا الكوميونتي المحيطه، حد من الكوميونتي المحيطه بيا ان يبقى معايا في اتخاذ القرار زي ما اتفقنا. من الدومينز برضو regulation and standards. The more efficient means of facilitating her compliance with evidence, the use of regulation and standards seek to change performance through the application of externally developed measures. The challenge to policymakers is to find the right balance between internal and external drivers for improvement. فالريجوليشن اند ستاندرد هنا مهم قوي ان انا يبقى عندي معايير واضحه، مهم ان انا يبقى عندي حاطط زي ما قلنا ميجرز واضحه، البوليسي ميكرز يبقوا موجودين وبيحطوا ايه هي الرولز المفروض نمشي عليها عشان نقدر نحقق الجوده دي. Organizational capacity, a health service provider organization is in the government sector, the private sector, or is part of a non-governmental organization. Ability to develop system to support quality improvement such as audit and peer review. The organizational capacity هنا بنقول مهمة قوي إن أي organization تحط نفسها نظام يساعدها على تقييم الأداء اللي موجود، تمام؟ النظام ده ممكن يبقى في شكل audit أو peer review. أوكي، ability كمان تبقى عندها ability to build an organizational culture which values quality. ومهم، والحقيقة النقطة دي مهمة جدا، إن أي organization مهمة أو إنها تنشر ثقافة الجودة وتخلي كل الناس اللي بيشتغلوا معاها مؤمنين بثقافة الجودة دي علشان يقدروا، أو مؤمنين بقيمة الجودة عشان يقدروا إن هم يحققوا، تمام؟ رقم 6 بنقول models of care. دي برضو إحنا لسه في الـ 6 domains of quality intervention. عندنا models of care reflect currently understood best practice. The development of models of care is differentiated from organizational capacity because when health system focus on models of care to improve quality, a new model of care may need to integrate the contributions of primary, social, specialized, and social care organization. The development of the new models of care usually involves high level of stakeholder involvement, including service users and the community. An appraisal of evidence, the development of protocols and guidelines, and a process to redesign the delivery of care. هنا مهم قوي في المودلز اوف كير ان انا بحدد ايه الطريقه اللي هنشتغل بيها مع العيان. طب حددت الطريقه، لازم احط بقى بروتوكول، مانيوالز، جايدلاينز، عشان الاستاف اللي بيشتغل كل الناس تتبعه، وبالتالي ما بقاش في كل واحد بيشتغل بمزاجه، تمام؟ quality management. في بعض الكونسبت كده نتكلم عليها، يعني ايه quality management، يعني ايه total quality management. quality management بنقول management activities and functions involved in determination of quality policy and its implementation through means such as quality planning and quality assurance including quality control also total quality management. يبقى quality management it is a management activity and functions involved in determination of the quality. ان انا بعمل management لكل الاكتيفيتي، بدير كل الانشطه، كل الشغل، كل الاعمال اللي المفروض في الاخر هتؤدي الى ان يبقى عندي high quality. total quality management يعني ايه total quality management؟ بنقول total quality management is a comprehensive and structured approach. ده عباره عن comprehensive، ده عباره عن مفهوم شامل. Okay, and the structured approach to organizational management that seeks to improve the quality of products and services through ongoing refinements in response to continuous feedback. Quality management requirements may be defined separately for particular organization or may be in adherence to established standards such as the International Organization for Standardizations. Okay. خلينا نقول التوتال كواليتي مانجمنت ان كل الناس، ده مفهوم شامل، كل الناس انفولفد، كل الناس هتبقى ليها دور في تطبيق الكواليتي.
objectives of quality management بنقول ال objectives of quality management أول حاجة preparing the internal process of organization to global standard، إنها بت prepare ال internal process of organization to global standard، إن أنا بجهز كل ال process في ال organization علشان تمام إنها تتبع المعايير ونحقق الجودة. enhancing quality productivity and total performance of organization enriching the quality of work life of its employee. وطبعا من دورها ان انا ان انا كمان يعني بحاول ان انا احسن الكواليتي كمان، مش بس بتاعه الجوده التمريضيه اللي اقدمها للمريض، لا ده كمان بتاعه الصف الموجود معايا. quality management process are divided into four sequential categories plan do check and act. تمام، في عندي حاجة اسمها quality management process. ال quality management process دي بتتقسم لأربع حاجات: plan, do, check, act. planning phase, doing phase, checking phase, acting phase. في ال planning phase people define the problem to be addressed, collect relevant data and define the problem's root cause. الناس هنا بتبقى عارفة ايه هي المشكلة وبتبتدي تجمع الداتا وبنعرف ايه هي المشكله. ده في البلاننج فيس. دوينج فيس بيبل ديفلوب اند امبلمنت ا سوليوشن، ابتدينا بقى نشوف الحلول. تشيكينج فيس بيبل كونفيرم ذا ريزلت ثرو بيفور اند افتر داتا كومباريزون، نبتدي بقى خلاص شفنا الحلول طبقناها نبتدي نشوف قبل وبعد، هو قبل الدنيا كانت عامله ازاي وبعد الدنيا كانت عامله ازاي. اكتينج فيس بيبل دوكمنت ذا ريزلت، نبتدي بعد كده نعمل دوكيومنتيشن نوثق بقى النتائج اللي احنا وصلنا لها. تمام، عشان كده قلنا البروسيس هي planning phase, doing phase, checking phase, acting phase. plan, do, okay, check, act. okay. principles of total quality management. what is the principles? Principles, involvement of people, process approach, system approach to management. Involvement of people اتكلمنا عليها، دي من البرنسبل بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت، لازم كل الناس في كل الليفلز هتشارك في تطبيق الجودة. Process approach رقم اتنين a desired result in achieved more efficiently when activities and related resources are managed as process. وطبعا اكيد ان انا هنا في البروسيس ابروتش هنا بنقول مهم ان انا هوصل هنا لنتيجه بتبقى يعني فعاله وبتديني النتيجه نتائج افضل جدا، لاني انا عملت مانجمنت في البروسيس ابروتش، انا هنا ابتديت ادير عمليه التطبيق بشكل جيد، الموارد اللي عندي بشكل جيد، فده بالتالي في الاخر بيديني نتيجه كويسه. System approach to management بنقول identifying, understanding and managing a system of interrelated process as a system contributes to the organization effectiveness and efficiency in achieving its objective. في الـ system approach هنا بـ identify, understand, managing a system of interrelated process. النظام اللي هنمشي عليه، تمام؟ النظام اللي هنمشي عليه بشوف المدخلات بتاعتي، العملية، المخرجات بتاعتي، المدخلات اللي عندي اللي أنا هشتغل بيها أثناء العملية أو أثناء التطبيق اللي هيحصل، والمخرجات اللي عندي إزاي إن أنا هقيمها وأشوف أنا وصلت لإيه. دي من الـ principles of total quality management. principles of total quality management also continual improvement، إن لازم يكون في تحسين مستمر، لأن الجودة مش شغل بعمله مرة وخلاص، لأ ده لازم يكون في تحسين مستمر. عشان كده قلنا continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization. ده هدف مستمر يعني. tools for process quality management. ايه هي التولز اللي انا بحتاجها في الكواليتي مانجمنت؟ اول حاجه process flow chart, run diagram, control chart, fishbone, check sheet, histogram, apparato analysis. دي بعض التولز اللي انا ممكن استخدمها في الكواليتي مانجمنت. رولز فور كواليتي مانجمنت، ايه هي الرولز فور كواليتي مانجمنت؟ اول حاجه define what quality means to you and your customers and how it can help to achieve your organizational goal and compete more effectively for market share. من الرولز بتاعت الكواليتي اول حاجه ان انت تبقى يعني
كأورجانيزيشن عارف يعني ايه كواليتي، وبنعرفها لكل الستاف، بننشر ثقافة الجودة في الأورجانيزيشن كلها، بنعرفها للمريض. تاني حاجة develop a strategy that define a specific aspect of quality design to provide a competitive advance, think outside the box. مهم قوي ان انا ببتدي اديفلوب استراتيجي، بحط استراتيجيه بقى لتطبيق الكواليتي او الجوده دي. ومهم جدا بشوف وضع التنافسي، وكمان الحقيقه تطبيق الجوده محتاج كرياتيفيتي، محتاج ابتكار، عشان كده قلنا ثينك اوت ذا بوكس، فكر خارج الصندوق. فوكس اول فانكشن اند ليفل اوف يور اورجانيزيشن اون كواليتي اند كونتينوس امبروفمنت. تركز قوي على الكواليتي وعلى الكونتينوس امبروفمنت، التحسين المستمر. من الرولز يوز ان انتجريتد ابروتش force your service profit chain stress attention to details and so on. مهم قوي ان انا يبقى عندي different approaches بشتغل عليها، اوكي، وتبقى integrated، تبقى يعني فيها زي ما بنقول integration، تداخل. برضو من ال rules build a measurement and benchmarking methodology that will rank you against the competition. مهم قوي بشوف انا فين المعيار بتاعي اللي انا هشتغل عليه، البنش مارك بتاعي فين. يعني دايما اقول انا هاخد مين المرجع بتاعي ان انا اشتغل عليه، مين المعيار بتاعي اللي انا هشتغل عليه، تمام؟ وهو ده يعني ممكن هتبنى ايه ال خلينا نقول المؤسسة اللي انا هتبناها وهشتغل زيها، اوكي. top management must be completely involved in the quality improvement process rather than simply supportive of each of it. طبعا top management طبعا اكيد involved في quality improvement process، والا لو احنا ما عنديش management support هتبقى في مشكله كبيره في تطبيق الكواليتي. rules for quality management برضو احنا لسه في rules. give ownership for quality to your employee, encourage continuous flow of incremental improvement, okay, make quality a religion, make quality second nature of all your employee, without it all the corporate statement procedures and standards will prove to be rules that are meant to be broken. مهم قوي ان انا في الرولز اوف كواليتي مانجمنت مهم ان انا اشوف الامبلوي اللي موجودين عندي، يبقى في كونتينوس امبروفمنت، في دايما يعني متابعه مستمره. كمان مهم قوي ان انا اخلي الكواليتي دي زي ما اتفقنا هي جزء من شغلنا، جزء من حياتنا. خلاص مش هينفع ان احنا نشتغل بدون كواليتي. ايه barriers to success to quality management total quality management؟ في barriers او في معوقات زي lack of long term commitment and leadership for management, insufficient empowerment of the workers. احيانا بنلاقي مفيش التزام كافي، وخصوصا وساعات من leadership او من leader for the management. ساعات بنلاقي الوركر نفسهم خلاص هم ما بقوش عندهم يعني قصة الالتزام، وان انا لا مهم ان انا اطبق الكواليتي، بقت جزء من شغلنا، جزء من حياتنا. احيانا للاسف ما بنلاقيش ده. lack of cross functional cross disciplinary effort. ساعات كمان ما بلاقيش نظام واضح ينظم الشغل. كمان miss direct focus emphasis on the unimportant many problems facing the organization rather than a critical view. هنا مهم ان انا ابقى شايف ايه المشاكل دايما اول باول وابتدي اشتغل عليها، لكن اللي بيحصل ان احنا بنسيب المشاكل تتراكم وما بيبقاش في تركيز عليها، وده برضو من الاخطاء في تطبيق التوتال كواليتي مانجمنت. برضو من الاخطاء في او البارييرز خلينا نقول معوقات في تطبيق التوتال كواليتي مانجمنت، emphasizes on internal process to the neglect of external customer focused results, lack of focus in training and coaching, lack of cost of quality measurement, emphasizes on quick fixes and low level reforms. للأسف ساعات بنلاقي إن الإدارة أو الorganizational administrator بيركز قوي على internal process وبينسوا external process. سوري external customer خلينا نقول. طب ازاي؟ فانا محتاجه internal external. كمان ما بيبقاش فيه training مظبوط مستمر، فده برضو مشكله من مشاكل تطبيق الكواليتي. ساعات بتبقى التكلفه زياده، برضو ما ينفعش
عشان كده احنا قلنا مهم قوي ان انا الكواليتي ان انا بعمل اداء المظبوط من اول مره تكلفه اقل. تمام، شكرا، السلام عليكم.